السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذه الكاميرا كتعجبني بزاف، الكاميرا اللي كنصور بها هي كانون جي 7 اكس مارك 2. كنلاحظ انها هي عكس بزاف ديال الكاميرات، كتعطي لا كاليتي ديالها مزيانه، واخا كتكون كتصور كنلاحظ انها كنصور دابا في اللو لايت، الضو ناقص شويه، ومع ذلك كتعطي واحد لا كاليتي اللي مزيانه، وفيها واحد الجي 7 اكس فيها واحد الفلتر زوين بالنسبه للناس كيصوروا بها، كتفلتري شويه لي ماجي اكس لي سيري اللي كيتقارنوا مع اللي هما سوني الار اكس 100 مارك 4 ومارك 5، ملي كيتقارنوا مع جي 7 اكس مارك 2 ونقدروا نقارنوا حتى مع المارك 6، وتبان لك لا كاليتي ديماج فيها مزيانه وتا ستابيليزاسيون، حيت جي 7 اكس مارك 2 فيها بزاف لي زوبسيون زوينين، ستابيليزي ديالها مزيانه، ساهله في الخدمه، الثمن مزيان، وكتعاونك بزاف الناس اللي بغاو يصوروا ما كيبغوش يزيدوا اللي يزيدوا في المونتاج، يقادوا بزاف ديال البلانات، يا راك تعطي داك الشيء مزيان. وباش كتعجبني الاوتوماتيك ديالها زوين وسهل، سهل اي واحد يقدر يخدم بها، واخا كدير زوم كيبقى ستابيليزي مزيان كما كتلاحظوا، والثمن ديالها اللي كدير 4200 درهم 4000 درهم، زعما ثمن مزيان مقارنه مع هاد لي زوبسيون، وستابيليزاسيون مزيانه، وفيها ترونسفيري تدوز بالواي فاي الا بغيتي دوز ليماج ديالك كدوزهم بالواي فاي للتليفون باش ما تبقاش عاد دوز كابل وتعطل والمشاكل، والماني ديالها ساهله بزاف، اي واحد ما عمرو شد كاميرا في يدو يقدر يخدم بها بكل سهوله، كاميرا صغيره تقدر تخطر تخشيها في جيبك، ماشي بحال كاميرا كبيره اللي تخرج كلشي حادي الطاقه اللي كيصور عنده كاميرا، هذه تقدر ما يلاحقش منين بسحب لك تصوري بالتليفون، وكاليتي ديالها زوينه فيها لي في اس طالع، الناس كيبغيو الرافال ديالها زوين، بغيت تصور شي حاجه سبور كتصور فلاش تي 1080 ب 60 اف بي اس، سين اطار في الثانيه، الناس اللي تيبغيو يخدموا سلو موشن، وكاميرا كتبان لي مزيانه على الناس ديال الفلوغ، الناس اللي بغاو يصوروا بكاليتي زوينه وشي حاجه ساهله في الخدمه والثمن مزيان، وهادشي اللي بغيت نبارطاجي معاكم.